قضية الاستئناف ضد يانسن وكابتل. هل تتذكر إيريك يانسن؟ الشرطي الذي حكم عليه بالسجن 21 عاماً السنة الماضية. يحكم على إيريك يانسن المولود في 30 من يوليو عام 1957 بالسجن 21 عاماً. رأت المحكمة أن يانسن ساعد يانمون كابلن في تهريب المخدرات، أي نقل الكثير منه إلى النرويج. مساعدة المجرمين ممنوع، وخاصة حين تكون شرطياً. يقول كابلن أن يانسن ساعده في معرفة متى تقوم الشرطة بالتفتيش كي يتمكن من التهريب لسنوات دون أن يتم إمساكه. قال كابلن أيضاً أنه دفع ليانسن كشكر على المساعدة. كان برأي يانسن الذي عمل كشرطي لأكثر من 40 عاماً أن كابلن كان يكذب، لذلك استأنف الحكم، أي أنه اعترض على الحكم. حكم على كابلن الذي اعترف بتهريب المخدرات بالسجن 15 سنة، وقد استأنف الحكم هو أيضا، واليوم تبدأ القضية من جديد. لكن أين يمكن أن يعترض المرء عندما يحكم عليه في المحكمة؟ يقول القانون في النرويج أنه بإمكانك الاعتراض إذا كنت ترى أن المحكمة أخطأت. لدينا ثلاثة أنواع من المحاكم في النرويج: محكمة البداية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. عليهم أن يهتموا بأن يحصل من يخالف القانون على العقوبة المناسبة، لكن بإمكانهم أيضاً أن يبتوا بأن الشخص بريء ويجب ألا تنزل به عقوبة. تبدأ القضايا عادة في محكمة البداية. لو حكم على شخص بعقوبة هنا، يمكنه أن يشتكي على الحكم. عندها يتم فتح قضية جديدة تماماً في محكمة الاستئناف مع قاض جديد. لو بقوا غير راضين، يمكنهم الاستئناف من جديد في المحكمة العليا، إلا أنهم لا يستقبلون كل القضايا. يجب أن تكون إما قضية خطيرة أو قضية قد تساعد قضاة آخرين في قضايا مشابهة في المستقبل. تم الحكم على يانسن وكابلن في محكمة البداية. استأنف كلاهما، واليوم تبدأ القضية في محكمة الاستئناف. عندها يمكنهم أن يرووا روايتهم مرة أخرى. إذن سنرى ما تقرره محكمة الاستئناف.